مولود الحوت بعد الحظ عم بيرافق خطواتك مع بداية هيدا الشهر الشمسي، بحيث تنتظرك مكافآت كتيرة مع تواجد الشمس عطارد والزهرة المتراجع بالأسد يلي بيقدموا لك انفراج وتقدم ملموس. بتبتسم لك الحياة على كافة الأصعدة، بتباركك الكواكب وبتستفيد من بعض الظروف للقفز بفرص استثنائية، بتسجل نقاط لصالحك، الأجواء ناجحة ومشجعة، بتخليك تتحرك بشجاعة وثقة بالنفس كبيرة. لكن بالرغم من كل هالتطورات الحلوة عليك انك تراقب كل شيء عم بدور من حولك من تطلعات مختلفة، خلافات، تناقضات، وانتبه لمواعيدك خاصة نهار السبت مع وجود القمر بالعذراء لجانب المريخ، فما عليك إلا أنك تلتقط المعلومات الصحيحة بعيدا عن الإشكالات والمشاكل وتنتبه وتدقق أكثر بالتفاصيل. ترتاح من كل هالفوضى والضجة مع وصول القمر للميزان الأحد والتنين، من الضروري أنك تلطف الأجواء يلي تزعزعت وتشوف الأمور من ناحية إيجابية. رح تصادف النجاح بأعمالك وتتلقى أخبار سارة بتتعلق بشؤونك المالية والمهنية. ترتفع نسبة النجاح لحظة وصول القمر للعقرب يومي الثلاثة والأربعة، بتتوضح الأمور وبتتوضح الصورة وبتفرح بالأخبار السارة وبتستعيد السيطرة على مجرى الأمور. أيام حلوة، حاول أنك تستفيد منها قد ما بتقدر حتى تعود عن كل الأمور العالقة. بتختم الأسبوع مع يومي الخميس والجمعة تحت تأثير القمر المواجه لبرجك من القوس، أيام ضغطة بيصعب عليك التفاهم مع الآخرين، ما تتسرع بإطلاق الأحكام والكلام بغير مكانه وما توجه انتقادات أو ملاحظات قاسية لحدا، حاول إنك تتجنب العناد كمان. عاطفياً حلو، وجود الزهرة ببرج الأسد الصديق بيزيد من سحرك وجاذبيتك، بتخليك تخطف الأنظار والقلوب، بتتصرف بليونة ونعومة ورومانسية كبيرة، بتبرز بمعظم الاحتفالات والدعوات الاجتماعية، الجو بيحمل لك تقارب وود كمان مصالحة. أما العازب رح يكون منفتح ومستعد لتقبل الأفكار والتجارب الجديدة بهالأسبوع، أسبوع الحب والسعادة والانسجام.